بيحصل ده يا مستر ادم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ امبارح عاطف اتقتل، والنهارده انفجار في السوق، وانا عارف انها مؤامره بينسخ خيوطها ابو خالد والمتمردين اللي معاه، عايزين يشوهوا صورتي قدام شعب كربستان وقدام العالم كله. عاوز ايه؟ عاوز يمسك البلد ويجيبها لورا؟ لا، هو ده اللي مش هسمح بيه ابدا، لا يمكن هسمح بيه ابدا. بس بعدين لو خلصت منه هيقولوا هيبقى شهيد زي ما قال ميجور عطف. طب وانا؟ انا شكلي ايه قدام الناس؟ مش هيبقى شهيد يا جنرال، ما تخافش. مش هيبقى شهيد لو اعلن ان هو اللي مسؤول عن مصرع ميجور عاطف الله يرحمه، وعن حادثه النهارده في السوق، وعن اصابه مصرع العشرات من اهل اربيه الغلابه. لو اعلنا الكلام ده يا جنرال، صورته هتتغير من بطل شعبي بيدافع عن حقوق شعب كربستان لارهابي خطير مكروه من الكل، لانه ببساطه بيقتل في اهله وناسه. وساعتها هتبقى انت البطل اللي انقذ البلد دي من ارهابي خطير بيهدد السلام، مش بس في كربستان على فكره، لا ده بيهدد السلام العالمي كله. وده حوصل له ازاي ده؟ هو متحصن في المقاطعه بتاعته بين اهله وناسه ورجالته. ما تعملش هم الحكايه دي يا جنرال. انا المهم عندي دلوقتي ان اعمل لك برنامج عمل النهارده، ارجو انك تلتزم بيه وتنفذه زي ما هو. اما حكايه ابو خالد دي فما تقلقش، سيبها علي، انا هتصرف. وصل عدد الذين استشهدوا في تلك العمليه الغادره 27 قتيلا، بينهم 8 اطفال و10 سيدات. اما الجرحى فما زال يجاري حصرهم، وقد قام السيد رئيس الجمهوريه الجنرال رباح الحديدي بزياره موقع الحادث، وشدد على قاده البوليس والجيش بضروره تحديد هويه المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الاجرامي وتعقبهم والقبض عليهم في اسرع وقت. ايه الكاميرا دي؟ كما قام سيادته بزياره الجرحى في المستشفيات التي اكتظت بهم للاطمئنان عليهم ومواساتهم فيما اصابهم، مؤكدا ان الحكومه لن تدخر وسعا وسوف تبذل كل ما في طاقاتها للتوصل وبمنتهى السرعه لمرتكبي هذا الحادث الاثيم وتوقيع اقصى العقوبه عليهم. مش هنسيبهم، لو راحوا في اخر الدنيا مش هنسيبهم. هذا وقد اعلنت منظمه الوحده والتحرير التي يرأسها الارهابي المدعو ابو خالد انها المسؤوله عن تلك العمليه البشعه في حق شعب كربستان العظمى. ايه الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده؟ يعني مش احنا بس اللي متهمين بقتل الستات والاطفال. احفظ لسانك يا عرفان، احنا ملناش اي علاقه بالعمليه القذره دي. بس البيان اللي اتذاع في التلفزيون بيقول غير كده. تلفزيون يقول اللي هو عاوزه؟ ده تلفزيون الحكومه، يعني بيتكلم بلسان الحكومه. طب لو ما كنتوش انتوا اللي عملتوها، تفتكر مين ابو خالد اللي يكون عملها؟ اكيد واحد جبان فاكر ان الثوره هي ضرب الناس الابرياء وقتلهم. تقصد مين بالكلام ده يا فضل الله؟ مش ده كلامك؟ وانا جبت حاجة من عندي؟ واللي على راسه بطحة بيحسس عليها. لو احنا اللي عاملين العملية دي يا فضل الله كنا هنعترف بيها. احنا ما مخافش من حاجة، مش زي غيرنا. يا جماعة احنا قلنا قبل كده 100 مرة لابد من السيطرة على السلاح في الشارع الكربستاني. اللي عمل العملية دي هدفه ينسف المؤتمر بتاعنا. ومين اللي هدفه ينسف المؤتمر بتاعنا يا دكتور برأيك؟ بعد اذنكم عايز اسأل سؤال. هي كل المنظمات هنا مش كده ولا في منظمة تانية ناقصة؟ لا طبعا يا عامر، ما انت عارف كلنا موجودين. يبقى اللي عمل العملية دي اكيد وسطينا دلوقتي. وسطينا ازاي؟ يا اخوانا الدكتور حكيم بيقول ان اللي عمل العملية دي قصده ينسف المؤتمر، ولو في حد فينا عايز ينسف المؤتمر ما كانش حاضر من الاول. مظبوط الكلام ده، مظبوط جدا. يبقى لازم نسأل نفسنا سؤال، مين اللي عايز المؤتمر ده يفشل؟ مين اللي عايز المنظمات كلها ما تتحدش؟ مين اللي عايزنا نفضل نضرب في بعض لغايه ما نصفي بعض؟ الحكومه طبعا. شكرا عرفان. والحكومه هتعرف منين بس اذا كان المؤتمر كان سري ومحدش يعرف غير ده؟ المكتب التاني له عيون في كل مكان، اسألنا انا. يا جماعه قولوا على الحكومه بتاعتنا زي ما انتوا عايزين،
قولوا عليها حكومة فاسدة وحكومة عميلة، لكن ده مش اسلوبها مش طريقتها. ممكن تعمل تجريدة عسكرية وتهاجمنا بالطيارات والدبابات وتطاردنا في الجبل من غير هوادة، انما تعمل عملية بالقذارة دي عشان تكره الشعب فينا؟ لا 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 ما اعتقدش. امال فكرك يبقى مين اللي عملها يا دكتور؟ ده شغل مرسوم ومتخطط، يعني ما يعملوش غير اجهزة مخابرات زي CIA او KGB او الموساد، ويمكن الAWC. ايه؟ الAWC؟ بس دي مؤسسة اقتصادية يا دكتور، مالها ومال شغل المخابرات؟ دي دولة فضل الله، واكبر من اي دولة كمان، وما يهمهاش غير مصالحها، واي حد يقف قدام مصالحها دي هتبيده بمنتهى العنف والقسوة. ايوه تقوم تقتل النسوان والاطفال. تبيد شعوب بحالها يا شيخ نبهان، امبراطورية ضخمة، واي امبراطورية عايزة الطاقة، والطاقة دي موجودة عندنا هنا في كربستان. أهلاً، الحمد لله على السلامة. كارلو حرام عليك، انت لسه بتاكل من ساعة ما سبتك؟ مش احسن ما اكل في روحي؟ انت كده هتتخن اكتر ما انت تخين، والأوضة مش هتساعدك. مش يا حبيبي، يا رفع من روحي المعنوية. مهم، دريت باللي حصل في السوق في أربية؟ سمعت وانا جاي في السكة. تفتكر ان ابو خالد ورا الموضوع ده؟ ما اعتقدش. صوابع الـ AWC موجودة بشكل واضح قوي في العملية دي، عايزين يصفوا كل اللي واقف ضدهم. الكولونيل عاطف من كام يوم، ودلوقتي ابو خالد. الاي دبليو سي واضحه قوي يا كارلو، واضحه زي الشمس. فيري جود مستر ادم، جود جوب، انت عملت شغل كويس قوي. شاكر قوي مايكل، لكن ما قلتليش بالنسبه لموضوع ابو خالد ده. ابو خالد ده مفيش منه خطر، ده راجل عجوز وبتاع كلامه بس. ما هو الكلام لو قلب للفعل هيبقى الموقف خطر جدا. لو حصل يبقى ساعتها هنتصرف، احنا مش عايزين نقلب علينا الدنيا من غير ما يكون في ضرورة، وانا لغاية دلوقتي مش شايف ان في اي ضرورة. بس خلي بالك دلوقتي مش في صالحنا ابدا. انسى الحكاية دي يا ادم دلوقتي، خليك مركز مع الجنرال. رغم عدم اقتناعي لكن اللي تشوفه. مع السلامة. حكاية السوق دي هتأثر على أبو خالد قوي. بالعكس، دي هتثبت صحة وجهة نظره. العنف عمره ما كان بيجيب نتيجة. في رأيك يعني إن هو اللي قام بالعملية دي؟ لا طبعا. يكون الـ AWC زي ما الدكتور حكيم بيقول؟ أنت عندك وجهة نظر تانية ولا إيه؟ أنا لا، بس الخوف إن عرفان ينتهز الفرصة دي في الانتخابات. مش هيلحق، مفيش قدامنا غير الليلة وبكرة الانتخابات. وبعد بكرة تخلص الانتخابات وخلص دوري وارجع بلدي. انت عارف انك هتوحشنا. وانتو كمان. انا بصراحة مش مصدق اللي بيجرالي هنا. بيتهيالي كل يوم اصحى الصبح ان ام فوزي هتيجي تخبط عليا وتتخانق معايا. مين ام فوزي دي؟ ام فوزي دي شخصيه مهمه قوي في حياتي، دي اللي مأجره لي الاوضه في مصر، واخر مره شفتها قالت لي هتدفع الايجار يا هخرجك من هنا وارمي هدومك بره الاوضه، وغالبا عملتها. انت واضح ان حياتك كانت بؤس قوي في مصر. انا ابدا، انا ما كنتش مديون غير لطوب الارض. الفكهاني والبقال وبتاع العيش، حتى الشغل اضطردت منه. عارفه اضطردت منه ليه؟ ليه؟
عشان كنت خايف امسك مسدس. انا خايف امسك مسدس. اما البنت اللي انا كنت بحبها بقى فسابتني. سابتك ليه؟ ما كانتش راضيه بحالها ولا بحالي طبعا، واول فرصه جات لها خدتها، اتجوزت واحد غني. دي مجنونه. ها؟ اللي تلاقي انسان طيب ومخلص زيك وتسيبك تبقى مجنونه. انا اسف ان كنت قطعت الخلوه بتاعتكم. ايوه عرفان، خير؟ خير ان شاء الله. كنت عايز اكلمك في موضوع خاص شويه ولوحدينا. عن اذنك يا عامر. اتفضلي. ما كنتش اعرف انك مهتم بحورية بالشكل ده. كنت فاكر ان نادية الله يرحمها هي كل حياتك. كنت عايز مني ايه يا عرفان؟ هنوقف في الخلا نتكلم كده، ولا تجيني الشاليه نشرب قهوة وندردش زي زمان، ولا انت نسيت زمان وايام زمان لما كنا اصحاب؟ ابدا. اتفضل. جوه في الشاليه بتاعه. ايه؟ عامر؟ ربنا يستر. هجيب لك ازازه ولا لسه ما بتشربش؟ لسه ما بشربش يا عرفان. طب اخلي حد من رجالتي يعمل لك شاي ولا قهوه؟ عرفان خش في الموضوع. انت عايز ايه؟ انا كل اللي عايز اعرفه انت ناوي على ايه بالظبط يا عامر؟ ناوي على ايه في ايه؟ يعني في موضوع اعاده الانتخاب. قرار مش قراري، ده قرار المنظمه. ولو اني عارف ان الكلمه في الاخر هتكون كلمتك، لكن همشي معاك. منظمتك هتنتخب مين؟ هتنتخب اللي هتنتخبه. ده سر؟ الانتخابات مش هتفضل سر، وبكره هنكون كلنا في مواجهه بعض، مش فاضل غير سواد الليل. على العموم انا هجتمع مع الزملاء النهارده، وقرار اللي هنستقر عليه هتعرف يوم الانتخاب. بس انا عايز افكرك بحاجه. البلد محتاجه الروح جديده، دم جديد، لفكر جديد. بقالنا 25 سنة بنستنكر وبنشجب ومفيش حاجة بتحصل. طالما انت مش هترشح نفسك يبقى انا الاولى. انت شايف كده يا عامر؟ مفيش وقت، عيد الثورة قرب، والتردد مش هيفيد. صح، علشان كده لازم نوصل للقرار الصح، لاننا لو وصلنا للقرار الغلط مش هنعرف نصلحه. يعني انت شايف ان انتخابي كقائد للثورة غلط؟ هدفنا واحد يا عامر، هدفنا واحد. قدامنا النهاردة فرصة تاريخية مش هتتعوض. جايز احنا اختلفنا زمان، بس خلافنا كان خلاف رأي، وزي ما بيقولوا خلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ايوه، بس لو اختلاف كان في الرأي كان المشكلة بقت سهلة. الاختلاف كان على المنهج، على الاسلوب نفسه. ده كان زمان، الحكايه دي مر عليها سنين. المهم النهارده انا مش هكون لوحدي، هيكون معايا اعضاء المجلس المركزي، وهلتزم بميثاق الشرف، وهنرسم خطه وهمشي عليها ومش هحيد عنها ابدا. بعدين انا مش هكون لوحدي، انا محتاج لنائب معايا يقف جنبي ويشاركني بافكاره اتخاذ القرار. مش هلاقي احسن منك انت يا عامر، انت الوحيد اللي بثق فيه. بعدين لو انت ما وقفتش جنبي، مين اللي هيوقف جنبي؟ تأكد يا عامر، لو كنت انت مكاني وانا مكانك مش هفكر للحظة، هنتخبك وانا مغمض.
أنا ما بطلبش منك أكتر من اللي أنا هعمله لو كنت مكانك. فاكر كنا بنقول إيه عن كاسترو وجيفارا؟ مش فاكر. مش فاكر إزاي؟ فاكر، فاكر طبعا. طب كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن كاسترو قائد الثورة. كنا بنقول إنك أنت كاسترو قائد الثورة، وأنا جيفارا الثوري الأبدي اللي دفع حياته تمن لاستمرار الثورة. يعني إحنا وجهين لعملة واحدة يا صاحبي، بنكمل بعض، ما ينفعش نستغنى عن بعض. لذلك أنا عايزك معايا تقف جنبي عشان نحقق حلمنا، حلمنا اللي كنا بنحلمه لما كنا عيال أيام الجامعة. وبطلبك باسم الصداقة وباسم كربستان وباسم أحلامنا المشتركة إنك ما تتخلاش عني. كلامك صح يا رفقان، كلامك صح 100%. المرحلة اللي جاية دي مرحلة مهمة جدا لكربستان وشعب كربستان، علشان كده لازم تبقوا مسؤولين مسؤولية جامدة، والمسؤولية دي خطيرة. يعني لازم تفكروا كويس قوي في الانتخابات، وتعملوا مصلحة كربستان وشعب كربستان بعيد عن أي مصالح شخصية. جراية عامر، انت بتقول انتو، ما بتقولش احنا، وانت مش مننا ولا ايه؟ لا طبعا انا منكم، بس اللي هيقود الثورة بعد كده يا انت يا ابو خالد مش انا. لو وقفت معايا هتكون معايا وهنقود مع بعض الثورة. المركب اللي عليها رئيسين بتغرق، واحنا مش عايزين نغرق الثورة، مش كده ولا ايه؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي ما نسبقش الاحداث ونشوف الانتخابات وبعدين نتكلم. براحتك، بس اتأكد ان انا مش هقدر انسى اللي هيقف جنبي، وبنفس الوقت مش هقدر انسى اللي هيقف ضدي. تهديد ده عارفة؟ تحديد، تحديد مواقف في لحظة تاريخية وحساسة جدا بالنسبة لبلدنا. طول عمرك زي ما انت عارفان، اللي مش معاك يبقى ضدك. انت كده بتقضي على اي تفاهم او اي حوار، بتقضي على الديمقراطية نفسها. كل ده عشان بدافع عن الثورة وعن مبادئنا واحلامنا؟ لا، علشان فاكر انك انت اللي على طول صح والباقي كله غلط، علشان فاكر انك المبعوث الالهي اللي هينقذ كربستان. وده بذرة الديكتاتورية اللي فيك، اللي مخوفاني وبعداني عنك. عارف من امتى؟ من ايام الجامعة لما قتلت الصفوي. ساعتها لو تفتكر كويس طريقي باخر طريقك، انت من سكة وانا من سكة. افهم من كلامك انك هتنتخب ابو خالد. القرار ده هتعرفه بكرة مش دلوقتي. الحال القطر ابتدى يتحرك، مفيش قوة في الدنيا هتقدر توقفه. دول بقالهم اكتر من ساعة بيعملوا ايه كل ده؟ يعني هيكونوا بيعملوا ايه؟ اكيد بيتكلموا عن ذكرياتهم. انت ناسي ان في عشرة بينهم وبقالهم سنين ما شافوش بعض. عامر جاي. ايه عامل جاي؟ خير. ها عملت معاه ايه؟ كان بيتكلم عن الانتخابات. اتفقت معاه على حاجه؟ ما اتفقتش. انا رايي ان احنا ننتخب عرفان زي ما قال الدكتور حكيم. وابو خالد ايه نسيتوه خلاص؟ عرفان احق بقياده المنظمات.
وابو خالد له تاريخه وعزوته بين اهله وناسه. يا سيد جلال احنا مش بنتكلم عن تاريخ، بنتكلم عن المستقبل. والمستقبل من غير تاريخ يا سيد سالم ما يسواش حاجه خالص. ايه يا جماعه، انتوا تتخانقوا ولا ايه؟ انت رايك يا عامر؟ انا شايفه اننا نسيب عامر يرتاح شويه، ولما تبقوا توصلوا القرار تبقوا تقولوا له تاخدوا رايه، ولو اني واثقه ان هو هيختار انسان الصح للمنصب الصح. عملتوا ايه؟ انا اتصلت ببيت المنظمات واتكلمت معاهم. وصلتوا معاهم لايه؟ الحكايه بقت قريبه قوي يا زعيم، والكفتين تقريبا قد بعض. كان املنا يا زعيم انك تقدر تقنع عامر هو وفضل الله. لو عامر وفضل الله انتخبوا ابو خالد الموضوع هيخرج من ايدينا. فضل الله فين دلوقتي؟ فضل الله، ممكن اكلمك كلمتين على انفراد لو سمحت؟ عن اذنك يا حسنين. خير عرفان؟ خير ان شاء الله. خير. عملت ايه معي؟ ممكن اعرف ايه حكايه كاسترو وجيفارا؟ ايه كاسترو وجيفارا؟ عرفان فاكرني كاسترو وفاكر نفسه جيفارا. انا اول مره اسمع الحكايه دي. على الله بس ما يكونش في حاجه تانية ما سمعتهاش. عامر، انا عملت كل اللي اقدر اعمله معاك يا نبوي. انا اسف، ما كانش قصدي اكلمك كده، بس انت مش عارف الراجل ده وطرني قد ايه. انت حبيتي ازاي؟ معلش كانت غلطه. المهم طمني، اتفقت معاه على حاجه؟ ما اتفقتش معاه على حاجه، ولما سالني هنتخب مين قلت له هتعرف يوم الانتخابات. صح صح، هو ده. المهم اللي جوه يتفقوا الاول. عرفان انت حاططني في موضع محرج قوي. ليه يا فضل الله؟ عشان بقول لك توقف معايا؟ عشان بقول لك توقف مع مبادئنا واحلامنا؟ عامر خلاص سلت ايده من الحكايه، ما فكرش حتى يرشح نفسه، وسميح الله يرحمه من زمان. يعني ما فضلش غيري انا وانت يا فضل الله، ما فضلش غيرنا من مجموعه الجامعه، المجموعه اللي حركت الشعب وجددت دم الثوره في عروق الجماهير وعملت الاضراب. تفتكر لو كان سميح عايش كان هينتخب مين؟ معقولة تتخلى عني؟ معقولة؟ أنا مش متخلى عنك عرفان، أنا كل ما في الأمر بس إني مش موافق على منهجك وأسلوبك في المقاومة. هو يعني هعمل حاجة من دماغي؟ هيكون معايا المجلس المركزي، بعدين أنا ممكن أرشحك تبقى النائب بتاعي، ساعتها مش هاخد قراراتي لوحدي، هتكون معايا في كل قراراتي. مش كده برضو أحسن؟ نرجع زي زمان ايد واحده، ولا عايزنا ننفصل كل واحد بقواته نتصرف من دماغنا؟ ها قلت ايه يا فضل الله؟ عشان كده انا برشح عرفان، مش لانه الاحسن، لكن عشان نحافظ على وحدة الصف. احنا هدفنا نجمع ما نفرقش، وفي نفس الوقت نحافظ على المكاسب اللي حققناها، وإلا يبقى المؤتمر فشل في توحيد كلمة المنظمات. طيب أبو خالد موقفه هيبقى إيه؟ أبو خالد راجل عاقل وهيقدر الموقف، وبعدين هو قالها بنفسه إنه مستعد يرشح عرفان، بس هو حب يكمل العملية الديمقراطية للآخر. ها قلتوا ايه يا جماعه؟ انا بالنسبه لي موافق يا دكتور حكيم. اللي تشوفه حكيم. ها السكوت علامه الرضا، يبقى هو عرفان. اوكي يا عامر. ممكن يا زعيم يعني
شوف مخلوف، انا مش فاضل كلامك الفارغ. ايه خير يا سالم؟ في حاجه؟ لا مفيش اي حاجه، انا بس كنت عايز ابقى اول واحد يبارك ويهني بالمنصب الجديد يا زعيم. يعني تفتكر عامر؟ عامر ايه؟ اكيد عامر ايه، ده قرار لجنة المنظمة. قبل ما نبتدي احب اذكر الجميع ان الوحيدين اللي ليهم حق التصويت هم قادة المنظمات بس، فيما عدا الاخ ابو خالد والاخ عرفان باعتبارهم المرشحين، واللي هيدير الجلسة ويفرز الاصوات هو أنا والأخ رفيق باعتبارنا أكبر أعضاء اللجنة المركزية سنا. المطلوب من الجميع السكوت، وإحنا بننادي على كل قائد باسمه واسم المنظمة بتاعته عشان يدلي بصوته. أما بالنسبة للقادة فحب أقول لهم كلمة باسمكم، هذه اللحظة قد تكون لحظة فارقة في تاريخ كربستان، حيث ستتوحد كافة المنظمات تحت قيادة واحدة واعية ومخلصة لبلدنا الحبيب. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم لاختيار القائد الأصلح. أخ رفيق تفضل نادي على الأسماء لو سمحت. قبل ما نبتدي أنا أحب أقول كلمة وأسجل موقف. تفضل يا أخ عرفان تفضل. كمية المؤامرات اللي بتتحك ضدنا كبيرة قوي وخطيرة جداً، ومحتاجة الفكر شاب وثوري عشان نقدر نواجهها. وأنا كل اللي بطلبه منكم أنكم تفكروا بعقل وتروي من غير نظر لمجاملات أو محسوبيات أو لتاريخ قديم. أنا شايف أن الحل الوحيد هو ثورة، ثورة مسلحة ومستمرة من أجل القضاء على نظام الحكم الفاسد وإنقاذ البلد وثروات البلد للأجيال القادمة. وحب أكد على حاجتين. أولاً الكلمة اللي قالها الدكتور حكيم إن اللحظة دي لحظة فارقة في تاريخ بلدنا كربستان. وثانياً أحب أكد على خطورة المرحلة الراهنة اللي بتتطلب إن المنظمات كلها تتوحد ومتتفرقش. وأخيراً ربنا يوفقنا جميعا لاختيار الإنسان القادر على مواجهة الظروف والتحديات وتحقيق الأهداف. وشكرا. ها سادة وخالد، تحب تبلي بكلمة؟ لا دكتور حكيم تفضل ابتدي. ادعى الأسماء يا رفيق. الشيخ نبهان، منظمة الفهود. أنا أختار أبو خالد. السيد مسعود، منظمة ذئاب الجبل. ذئاب الجبل بتنتخب السيد عرفان. لو سمحت لو سمحت دير أي صوت. كمل يا رفيق. السيد عدنان البوادي. السيد عرفان. السيد حسنين، منظمة ثعالب الصحراء. السيد أبو خالد. السيد أبو خالد. أنا أختار السيد عرفان. السيد أبو خالد. سالم. أيوة النتيجة إيه دلوقتي؟ دلوقتي 4-3 لصالح أبو خالد، ولسه فاضل فضل الله وين؟ السيد فضل الله، منظمة البواسل. عرفان. ألف مبروك يا زعيم، مبروك علينا كلنا كده، يبقى ضمناها يا زعيم. ألف ألف مبروك. من فضلكم. مبروك يا زعيم. من فضلكم سكوت. النتيجة كانت تساوي في الأصوات بين السيد أبو خالد منظمة الوحدة والتحرير والسيد عرفان منظمة النمور السوداء. مش فاضل غير صوت واحد هو اللي هيحدد نتيجة الانتخابات الإعادة دي. تفضل يا اخ رفيق. الصوت اللي فاضل هو صوت الاخ عامر عن منظمة النسر الاحمر.
يا سيد عامر، اتفضل انتخب. عرفان يا عامر، عرفان. منظمة النسر الأحمر بتختار أبو خالد. عاش زعيم الثورة، عاش زعيم الثورة، عاش أبو خالد، عاش أبو خالد، عاش زعيم الثورة، عاش زعيم الثورة، عاش زعيم الثورة، عاش أبو خالد. شيخنا الكبير، اسمح لي أكون أول المهنئين. وأنا بعلنها قدامكم كلكم، أنا وكل رجالتي وكل المنظمات اللي بتأيدني، هنمشي وراك يا أبو خالد تحت قيادة شيخنا الكبير. يحيى أبو خالد، يحيى أبو خالد، يحيى قائد الثورة، يحيى قائد الثورة، يحيى أبو خالد، يحيى أبو خالد، يحيى قائد الثورة، يحيى قائد الثورة، تحيا دولة كردستان العظمى، يحيى دولة كردستان العظمى، تعيش دولة كردستان العظمى، تعيش دولة كردستان العظمى، يحيى قائد الثورة، يحيى قائد الثورة، يحيى أبو خالد، يحيى أبو خالد. ده تهريج وفوضى. لما نتفق على حاجه ما تجيش حضرتك وتعمل عكسها. ما تنساش يا دكتور حكيم ان عامر صاحب القرار. ده نبوي مش عامر. انت هتجننيني انت كمان. ده كان ممكن يضيع كل حاجه، كل حاجه. عموما حصل خير، مفيش فرصه انه يغلط تاني. المؤتمر هيخلص النهارده وهو هيرجع على بلده، وكل واحد يروح لحاله. الحمد لله عدت على خير. كان ممكن عرفان يطربق المؤتمر على اللي فيه ويسحب كل المنظمات اللي معاه ويمشي. هو ده اللي انا مش فاهماه، ازاي عرفان يتقبل الحكايه دي بالسهوله دي؟ اكيد في حاجه، اكيد. يعني كنت عايزني اعمل ايه يا مخلوف؟ اهد المؤتمر فوق راسهم واطلع انا الابن العاق في وسطيهم، ولا ابارك له واخده في حضني واطلع راجل قد كلمتي؟ بس اللي اسمه عامر ده. سيبك من عامر يا مخلوف، عامر ده خلاص بقى من قط الصف الثاني ويمكن الثالث. النهاردة الموجة كانت عالية قوي مع أبو خالد وكان لازم نركبها. بعدها أبو خالد ده راجل عجوز عدى 70، رجل هنا ورجل هناك، النهاردة موجود بكرة يا عالم، وساعتها الكحكة هتكون جاهزة للي يأكلها وأنا جاهز. إيه ده؟ إيه ده؟ انت هتفضل قاعد طول النهار تاكل وتلغ كده؟ عايز نعمل لك إيه يعني؟ انا قلت من ساعه ما جيت هنا وانا هخس من كتر الحركه، قلت اليومين دول اعمل رجيم، وادي النتيجه، وزني زاد اكتر من الاول. انت عايز تخس ليه؟ خليك كلبوزه كده زي ما انت، انت كده لذيذ. كارلو الكلبوزه اللي ساب الدنيا كلها، وساب اهله وناسه وساب بلده وساب شغله اللي بياكل من وراه عيش، وجالي مع واحد خايب زي حالاتي. ويا ريت خايب وبس، ده انت خايب ومجنون ومجرجرني وراك في مجال الكرة الأرضية، وآخر ما تم جايبني ببلد ما يعلم بيها لربنا. هنا يا كارلو هنحضر أهم معارك القارة، هنراقبها عن قرب ونقدر نرصد تطوراتها ثانية بثانية. يا سلام، ناقص تقول لي إن احنا هنشارك في المعركة. يا ريت، مين عارف؟ جايز؟ جايز؟ آه، ما انت قاعد على قلبك مراوح، مالكش أهل يسألوا عليك. يعني انت اللي ليك؟ كان ليا وسابتني بسببك. ما تستهلكش، طالما مش قادرة تعرف طبيعة شغلك ولا تقف معاك وتسندك يبقى ما تستهلكش. فكرك كده؟ طبعا. هو النظرية يا فرانك ان انا خايف لما فيش واحدة تانية ترضى بيا اصلا، يعني هتلاقي واحسن منها كمان. ده وشك جميل وقلبك ابيض، ده انت كارلو الكلبوزة، ده انت كارلو يا كارلو. خير يا غسان. ابو خالد طالبكم في المكتب. يا اخيرا افتكرتونا. ايه المؤتمر خلص؟ ما تستعجلش، ابو خالد هيشرح لكم كل حاجه. يلا كارلو. يلا يا استاذ فرانك، التاريخ، المعارك تناديك.
اهلا اهلا يا مستر فرانك. تعال يا كارلوس قرب. هو حضرتك انا اسمي كارلو، كارلو مونتانا. كارلوس ده تعيش انت. انا شايف سيادتك النهارده مبسوط وروحك المعنويه مرتفعه. الحمد لله كل حاجه جميله جميله جدا. هيا يا كارلو، مستعد للتصوير؟ ايوه، بس لو اعرف الاول هصور ايه. اه طبعا طبعا معك حق. انا هألقي بيان في مؤتمر شعبي كبير وعايزك تصوره، وعايزك يا فرانك تذيعه على اكبر عدد من محطات التلفزيون. تحت امرك. والبيان ده حضرتك ناوي تلقيه فين بالظبط؟ احنا عندنا قاعه مسرح على قد حالها، بس هيبقى فيه ناس كتير. ناس قد ايه يعني؟ يعني 200 300 على قد ما تشيل. ايه في حاجه يا كارلو؟ لا مفيش، بس يعني كم الناس دي كلها مش هيكفي معايا كاميرا واحده. اه في واحد عندنا من المقاطعه معاه كاميرا، وانا مربط معاه عشان يكون موجود. عنده معدات اضاءه، حاجات بسيطه كده على قده. هو في الحقيقه بيصور افراح عندنا هنا في المقاطعه. افراح حاجه تسد والسلام. هو فين الراجل ده؟ مستنينا هناك دلوقتي. طبعا حضرتك يا ابو خالد هتكون موجود على المسرح وانت بتلقي البيان. طبعا طبعا اكيد هكون على المسرح. اوكي ربع ساعه بالظبط وهكون جاهز. هاخد مستر غسان يعرفني بالراجل وكل شيء هيكون جاهز على المسرح. انا اذن حضرتك. اقعد يا مستر فرانك اقعد، لسه قدامنا وقت. اشكرك. على فكره انا عايز اشكرك على الكلمه اللي سجلتها لي، اتساعد بطريقه جميله جدا وكان لها صدى كبير. ان شاء الله البيان اللي سيادتك هتلقيه هيكون احسن وهيبقى له صدى اقوى. ده عشم فيك برضو. تمام. بص يا ابني انا عايزك تركز لي على الصاله وعلى الجمهور، ماشي؟ ايوه بس كده ابو خالد هيبقى في ظهري وانا مش عارف اصوره. انت مالك انت ومال ابو خالد تصوره وما تصوروش؟ انت تركز على الجمهور وبس، تشوفهم هم بيسقفوا وتصورهم هم بيهتفوا وتشوفهم اي رياكشنات بيعملوها تصورها. انت فاهم؟ غير كده مالكش دعوه. امرك يا خواجه امرك. مستر غسان انا كده خلصت، تقدروا تفتحوا الابواب. في اسباني مع السيد فرانك على جوه. امرك ابو خالد. هو ابو خالد مش هيدخل معانا؟ ابو خالد هيدخل على الكواليس من ورا لحد الناس كلها ما تدخل، وبعدين هو هيظهر على المسرح. ابو العلا كده ما تسالش على اختك اربع ايام غصب عني والله، ما هم كانوا منعنا من دخول النادي الاجتماعي. عن اذنكم. ايه ده ابو العلا؟ ابو العلا. شباب بقى يا حوريه، حقه يا بخته. يلا بينا يلا بينا. يلا. شكرا شكرا ليكم جميعا، وشكر ليك انت بالذات يا عرفان لانك اظهرت روح ديمقراطيه سليمه. انا فخور بيك وبموقفك ده، وفخور بيكم جميعا وبتجربتنا الديمقراطيه، واتمنى اننا نحافظ على الروح دي لغايه ما نقدر اننا ننتصر لبلدنا وشعبها الطيب. واعهدكم جميعا انني ساعمل دائما لصالح كربستان وشعب كربستان العظيم. والله على ما اقول شهيد. Let's go.
السجن.